الدورة ديال اليوم هي دورة استثنائية بطلب من السيد الوالي، أمر طبيعي وعادي في إطار القانون يتم عقد مثل هذه الدورات. النقط الثلاثة المطروحة نقط مهمة جدا، نقول نقطتان. كان عندنا النقطة المتعلقة بالمنصة الغذائية ديال مدينة الدار البيضاء في إطار جهة الدار البيضاء 16، هذا مشروع استراتيجي كيندرج في الجهوية المتقدمة والموسعة، الأوان باش يتم إخراج ديالو، خاصة مدينة الدار البيضاء اللي كتعاني الأمرين من اكتضاد سكاني، من ازدحام في المواصلات، وبالتالي ترحيل مجموعة من الأسواق في إطار مدينة غذائية هذا هو الوقت ديالو. وحسنا فعلت السلطة المحلية إذ عرضت هذه النقطة للتداول والمصادقة عليها. احنا غنلغيو قرار كان تصادق عليه في 2018 يقضي بإحداث هذه المنصة الغذائية، لكن للأسف ما شافش الطريق ديالو إلى الـ إلى الـ إلى المحلية، وفي نظر ذلك غيشوف طريق النور سيرتو باش كاين عقار باش يقدر في إطار التوجه الجديد اللي كنشوفوه. كنتكلم على السلطة المحلية الجديدة في شخص السيد الوالي الجديد، والتوجه اللي فعلا عاد المجلس ديال مدينة الدار البيضاء الحالي في إطار المكتب المسير، في إطار البرنامج العمل اللي احنا حاطين هاد النقطة ديال المدينة الغذائية، برنامج عمل 2023-2028 خاصو يشوف الطريق ديالو إلى الخروج، وبالتالي خاصو يتم تنفيذه في أقرب وقت وفي حيز زمني معقول. صحيح أنه محطوش المدة الزمنية باش نخرجوا هاد المشروع هذا، ولكن الدار البيضاء لا تحتمل هذه في هاد الآونة، هاد الاكتضاض، هاد الازدحام، هاد العشوائية في تنظيم المجال الحضري البيضاوي لا يقبل أي تأخير. تلقاو عقار باش يديروا هاد المنصة؟ على كل الاتفاق اليوم غادي نصادقوا على الدراسة بطبيعة الحال اللي غادي تكلف بها مدينة الدار جامعة الدار البيضاء وسي دي جي صندوق الإيداع والتدبير. كاين حديث على العقار خارج مدينة الدار في حد السوالم، فبطبيعة الحال في إطار تنسيق العمل بين الوحدات الترابية لا الجهة لا جامعة الدار البيضاء لا الجامعات الأخرى المنضوية للجهة، كنظن غادي يتم وجود عقار لإنجاز هذا المشروع.